السلام عليكم ورحمة الله، يعطيكم العافية سابع. اليوم إن شاء الله رح نحل مراجعة الدرس صفحة 74. السؤال الأول: أصنف نباتاً يكون بذوره في مبيض الزهرة وتتكون بذوره من جزئين في النباتات، شو بنسمي هاي النباتات؟ إذا نصنف النباتات اللي بتكون بذوره موجودة في المبيض، أول إشي بما إنه بذوره في المبيض إذا بدها تكون عندي مغطاة البذور وبذرية، لأنه قال لك يكون بذوره في المبيض، تتكون بذوره من جزئين، يعني شو يعني جزئين؟ يعني فلقتين، إذا شو بنسمي هاي النباتات؟ نباتات ذوات فلقتين. إذا صنف النباتات التي تكون بذورها في مبيض الزهرة وتتكون من جزئين. مين النباتات اللي تتكون من جزئين؟ هي ذوات الفلقتين. لو قال لي جزء واحد بتكون الفلقة، بما أنه قال لي جزئين إذا فلقتين. السؤال الثاني: لماذا يكون حجم نبات الخنشار أكبر من حجم نبات الفيوناريا؟ هلا الخنشار حكينا نباتات وعائية، أما الفيوناريا هي لا وعائية، والوعائي حكينا ما للتركيب تبعه معقد أكثر من إيش؟ من اللا وعائي. طبعا ليش الوعائي معقد؟ لأنه في عنا أنسجة وعائية مثل الخشب واللحاء، لأن الخنشار وعائي فيكون تركيبه معقد أكثر من الفيوناريا. ليش يا سابع؟ لأنه الخنشار وعائي، الفيوناريا لا وعائي، فدائما حكينا من خصائص الوعائي يكون تركيبه أكثر أو معقد من اللاوعائي. سؤال ثلاثة: قارن بين النعناع والبابونج من حيث الاستخدام والطبية. طبعا حكينا عنها يا سابع. النعناع مسكن للألم ومهدئ للمعدة، البابونج يساعد على النوم والاسترخاء مثل اليانسون. إذا النعناع مسكن للألم ومهدئ للمعدة، البابونج يساعد على النوم والاسترخاء. السؤال الرابع: اطرح سؤالا اجابته الابواغ، يعني بدنا نحط سؤال يكون جوابه الابواغ. ما بنحكي كيف تتكاثر النباتات البذريه اللا بذريه، ليش؟ لان النباتات البذريه بتتكاثر عندي في البذور، اما النباتات اللا بذريه تتكاثر في الابواغ. معطينا اياها بطريقه عكسيه، حط لنا الجواب وانا بدي اطرح سؤال انه يكون جوابه الابواغ. الجواب اللي راح يكون عندي الابواغ: كيف تتكاثر النباتات اللا بذريه. اذا اطرح سؤالا اجابته الابواغ: كيف تتكاثر النباتات لا بذرية. السؤال الخامس: تنمو النباتات الوعائية في مختلف البيئات في حين تعيش معظم النباتات اللاوعائية في المناطق الرطبة، لماذا؟ لأن النباتات اللاوعائية يا سابع ليس لها أنسجة وعائية لتمتص من خلالها الماء، عشان هيك لازم تعيش في المناطق الرطبة. أما الوعائية وين ما حطيناها بتعيش؟ لأنه بتحتوي على أنسجة وعائية للخشب واللحاء، الخشب اللي بيمتص الماء والأملاح من الجذور حتى يوزعها للأوراق، والأوراق راح توزع الغذاء لجميع أجزاء النبات. إذا شو الفرق؟ النباتات اللاوعائية ليس لها أنسجة لتمتص من خلالها الماء، عشان هيك لازم تعيش في المناطق الرطبة. أما الوعائية بتعيش في أي منطقة؟ لأنه بتحتوي على الخشب واللحاء. السؤال الرابع برضه أعطيني جواب إجابته الأبواغ، اللي كيف تتكاثر النباتات اللابذرية. لو قلنا البذور رح تكون البذرية. السؤال الثالث: ما الفرق بين النعناع والبابونج؟ النعناع مسكن للألم ومهدئ للمعدة، البابونج يساعد على النوم والاسترخاء. السؤال الأول: أصنف نباتا يكون بذوره في مبيض الزهرة وتتكون من جزئين، اللي حكينا مين؟ النباتات ذوات الفلقتين، فلقتين يعني جزئين. شو يعني في مبيض الزهرة؟ يعني نباتات بذرية، نباتات بذرية وهي تكون عندي مغطاة، المغطاة دائما نباتات ذوات فلقتين الأكثر طبعا. لماذا يكون حجم نبات الخنشار أكثر من الفيوناريا؟ حكينا الخنشار وعائي، أما الفيوناريا لا وعائي، ودائما الوعائي يكون تركيبه معقد أكثر من اللاوعائي، الوعائي بيكون تركيبه معقد أكثر من اللاوعائي. هذا الفرق بين نبات الخنشار والفيوناريا. إذا الخنشار رح يكون عندي وعائي، الفيوناريا لاوعائي، ودائما الوعائي بما أنه بيحتوي على الخشب واللحاء فرح يكون عندي تركيبه معقد عن اللاوعائي اللي ما بيحتوي على الخشب واللحاء مثل الفيوناريا. الفيوناريا لاوعائي والخنشار وعائي. بس السؤال الأول رح أرجع له كمان: صنف نباتا يكون بذورا في مبيض الزهرة وتتكون من جزئين، اللي هي النباتات ذوات الفلقتين. جزئين يعني نباتات ذوات فلقتين، أما الجزء اللي هي فلقة واحدة. بس يا سابع أنا بالسؤال ما بده جزء، بده جزئين اللي هي النباتات ذوات الفلقتين. تمام يا سابع، نكتب التلخيص أو الأسئلة على الدفتر وإن شاء الله بنراجعها بحصة الزوم، ويعطيكم ألف عافية.